عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا فيديو تشييع جنازة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت. وكان قد وصل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق، وذلك لأداء صلاة الجنازة على الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الذي وفاته المنية أمس. طبعا هذه بعض اللقطات من تشييع جنازة الأمير الراحل الشيخ نواف. أتمنى من الجميع الدعاء له بالرحمة والمغفرة، إن الله وإن إليه راجعون.